مساء الخير على كل جماهير وعشاق القلعة الحمراء النادي الأهلي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من المجري. قبل ما أبدأ كلامي في أي حاجة، أنا مش قادر أوصف لكم سعادتي قد إيه بالاستقبال اللي أنا استقبلته من خلال الحلقة الأولى مع طبعا السوبر ستارز كابتن حسن حمدي، كلامي العظيم اللي اتكتب. فأنا مهما قلت ومهما عدت، أنا طبعا بشكر جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا وجماهير النادي الأهلي على الفيسبوك وعلى جماهير الأهلي على كل حاجة قلتوها وكلمتوا فيها. أنا مهما قلت مش قادر أوصف يعني حب ليكوا قد إيه، لأن أنتوا أنا ما كنتش مستغرب، لأن كنت عارف جماهير النادي الأهلي بتعمل كده. جماهير النادي الأهلي اللي سندتنا وإحنا لاعبين، ولما طلبت من حضراتكم تساندونا وإحنا مقدمين برامج هنا في قناة النادي الأهلي أنتوا استجبتم. فأنا كل الشكر والامتنان لحضراتكم على الترحيب الكبير جدا كان ليا او للكابتن حسن حمدي من خلال شاشتكم، شاشه قناه النادي الاهلي.